صباح الخير. اليوم انا عشت في هذه البلاصه هذه هاي في ندرة الخيمه. وصلت هنا البارح لكن دزت في الطريق يعني لكن دزت باش بان لي تبان لي الدار هذه وانا نجي عندهم بان لي الكازون هذا هذه بلاصه زوينه دير فيها الخدمه. صافي جيت عندهم سولتهم وقالوا لي مرحبا ماشي مشكل. طاحت الشتا بالليل وانا رحت الخيمه تما تحت من هذاك السقف. الناس اللي عمرها دار هنايا الصراحة ظريفين. كانت البارح دابا من بدا تطيح الشتا كانت هنا السيدة مرا كبيرة كاينة بنتها كانت عندها هنايا هما مسيحيين ولكن بنتها مزوجة مسلم فهمتيني ميكس هداكشي بنتها مزوجة مسلم و من بدا تطيح الشتا قالت لي يلاه معانا مع موك كيسكنو في مبالي في المدينة هذيك بنتها قالت لي يلاه زعما جلس عندنا في الدار حتى الصباح غادي نجي انا مع الصباح تجي وتجيبنا عاوتاني. لا يخلي لي اهلها ماشي مشكل اصلا لا خلينا غير هنا اصلا الخيمه ما كتدخلش الشتاء اما هما بقاو كيقولوا لي حتى الشتاء انا ولا نجيبها هنا قال لي دخلها هنا احسن صافي نحطها هنايا صافي الشتاء ما طاحتش بزاف انا قتات انا قتات شويه بلاصه زوينه عندهم هنايا What is mom? She's no. bathing. Huh? She's bathing. Let me tell you. غادي نسلم على الناس دابا ونتحرك. راهي فيك على جماعه كلشي. خصني غير نتحرك دابا. هاد المنطقة بحال منطقة ديال متشاقة في تنزانيا عامرة بنان حتى هي هنايا المنطقة كاملة بنان كلشي زارع البنان هنايا و رخيص بزاف هنايا البنان ها هادي سميتها جميلة هادي الحفيدة ديال هاد السيد مولات هاد الدار. We have really appreciated your company with us. Yeah. We are very happy. We pray that one day also we shall go up to Morocco. Yeah, you're welcome. I give you my address now. Yes, we shall come. Yeah. This is you're the welcome. This is the lot of the other girl. Because yeah. the other girl who was here with the vehicle. Yeah, yeah. She's coming. She's a health doctor. She's a doctor. One day she will apply in Morocco and America. Yeah, she's welcome. This is a doctor, this is a patient. This one is in the PCVN, this one is a senior. Nice to meet you and you're welcome. Thank you for your hospitality. Very poor hospitality. all we are poor. Poor. Because we wanted you to sleep in the house. The house is connected. I don't have problem. It's like tent house everywhere. I don't have. Now you mean to say when you are moving like that, like this, even if you end up in the desert, you just put that one and you sleep. Yeah, on the bush. If there is no village, no. You don't mind. You just get that thing and you sleep.
We are very happy, really. Yeah, we are very happy. I'm also very happy. Thank you very much. This is my name and family name, and this is my address. This is my WhatsApp number. Okay. هذه الفطر دابا عندك الصديق هذا وغندا هنايا كي عندهم حتى هما تشاباتي كتلقى بزاف الدراري بحال هكا في الطريق ديروا هاد اللعيبه هادي المقايله هنايا وكيبيعوا تشاباتي في الطريق عطيتو واحد جوج بيضات غادي يطيبهم ليا مع تشاباتي شنو غيطيبو معاهم وما يطيبهم وغادي غيديرها وسطهم وغادي ندور عليها Jambo. Jambo. Habari. Mzuri habari yako. Mzuri. Nataka chakula ya asubuhi. Nataka chakula. Kidere zetu bizap. Eu vou fazer isso. ناضي ما عندوش اتاي غادي نمشي نشوف اتاي في شي قهوه اخرى سنغافوره فيك الف تقريبا هي الف هي 50 ريال لكن غنزيدو اللعيبه باش طيب لينا هذوك وما حسبش انه طيب لينا لان البيض من عندي البيض ديالي هذاك انا نعطيتوني جامبو جامبو شكون هذا لك اسماعيلي جامبو جامبو زانا ابالي ربيك لي ابالي كي دوكو كي دوكو بابا سانتي بمانيا شي بني مراتو اللي كان يهرب هاي النان اوريجينال نيرو كان ناخذ هاتي شي 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 اوكي اوكي ايكو تشاي رانجي اوكي هنا السواحلية مختلفة على ديال تنزانيا وكينيا ثلاثة مختلفين على بعضياتهم كل دولة عندها السواحلية نطق مختلف يعني مختلفة اختلاف نيت بين أخص هذه ديال أوغندا مختلفة على ديال كينيا وديال تنزانيا بزاف تندخل دابا الجبال كما كتشوفوا راهي الطريق غدور على اليسار وغتطلع من الفوق راهي على ما كيبان لي من هنا وغتطلع من ورا هذاك الجبل انا دابا غادي لواحد المنطقه سميتها سيبي بعيداش بزاف قال دابا باقي شي 14 ولا 12 كيلومتر غادي نشوفوها كي دايره جات في نص الجبال الجو زوين هنايا واخا كاينه الشميشه وكيما شتي شي حراره
اوغندا بعد هذه المنطقه اللي دخلت منها القبائل فيها مخلطين، كاين لويا كاينين هاد لويا هاد لويا كاينين حتى في كينيا، يعني على الحدود ديال كينيا واوغندا كاينين. في كينيا كاينين لويا وكاينين لوها لوها ولويا جوج حيتنا تبقاو نفس النطق. كاين هنا في اوغندا كاينين بزاف القبائل، مثلا كتلقى ثلاثه الدراري تقدر تسول كل واحد تلقاه من قبيله في شكل، يعني مخلطين بزاف. تلقى منطقه واحده تلقى فيها خمسه القبائل ولا اربعه ولا. ها واحد الشلال من نازل من هنا، طبيعة زوينة هنا. شامبو ماما أباري شامبو. بديت كنطلع دابا للهايلاند، يعني للجبال. شوف انا جيت اليوم من تحت تحت من لهنا، اي طالع 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 حتى وصلت هنا. هاد الفيراج نشوفو شنو كاين من بعدو، ولكن الطبيعه زوينه هنايا. كنسمع الماء بحال كاين شي شلال هنايا. جامبو جامبو ثانك يو. Yeah, here we go. قال لي سلا نجيب بيكالا. هاي فين خليتها نوقف هنا ونمشيو هذيك الساعه نتبردوا في الشلال. البارح نهار ديال الامبانات تقدت عليا الساك تفرقع تحل من هنا تشرق من هنا من هاد الخياطه هذه تحل من الوسط من هنا مع قتبيتك تبان لي كنسمع الماتي هذاك الشيء اللي فيه كيطيح. انا غادي كيبان لي داكشي كيطيح. المره الاولى طاح واحد السيروت ديال بيكالا ومن بعد هزيته وما ديتهش فيه محلول، مع ملي كنكون راكب ما كيبانش لي شنو كاين. صاحبو طاح هنايا من هنا صافي. تا عاوتاني شويه تا كيوقفني واحد الدراري صغار تا راه كيطيح ليك طيح ليك داكشي اللي عندك الصاك. هذا انا نجي نقلب تا كنلقاه محلول كامل من هنا. عاوتاني هذا تهرست لي هذيك هاد الحديده هذه كي تكون واحدة حتى هنايا تهرسات لاخرى. يعني دابا خدامة بفرين لور او غادي نديبانيو حتى نشوفو شي حل. وهذا الشلال هنايا ديما كيتكسر من هنايا. شي زوين هادشي. هذا هنا كاينين بزاف ديال الشلالات، قالوا لي الناس اللي بت عندهم كاينين بزاف كاينين شي كاينين مازال القدام بقى على شي ثلاثة ولا شي حاجة.
جون تتفرقعات شمالها تحلت من هنا كنظن ان خاصني دابا نوقف شي بلاصة ونريق الامور سبحان الله هاد اليومين حاجة بالحاجة كتخسر الصاك بيتانات شوية الزنطة كاين الزنطة الصراحة ضربات معايا اكثر من عامين من الكابون دابا نوقف شي بلاصة ونقادا ما فاهم ايش قاعد الصراحة لان كما تشوفوا راه البنو خرج من هنا البنو تا هو خرج يعني البنو غادي نخرج عليه الا ما قاديتهاش خصها على الاقل ضرب معايا واحد 8 كيلومتر واحد البلاصة ونجلس فيها عندي هاد الجانطة هادي بعدا هز معايا جانطة الجانطة هادي يعني غنبدل هادشي كامل غنبدل هادي كاملة نبدل الجانطة كاملة بهاديك القديمة ولكن خصني نحل هادشي كامل ونحل حتى المايو نحيدو ندير هاد المايو القديمي هذا مكان سبحان الله من البارح بداو المشاكل بدات الصاك فتنات الجانطة كيما شي مشكل فيها خير غنوقف شي بلاصة بعدا نريقلها شوية وخا نقص من البنو غير شوية وندخلها ونشوف لاباس ترجع شوية لبلاصتها بما نوصل لواحد الفيلاج كبير شوية نفشات البنو شوية الجانطة مشات ايوا تريش على القوة ما يمكنش ترجع الصراحة عرفت دابا المشكل مناش صراحة البتانات اللي خرجوا عليها البتانات هما اللي خرجوا عليها كنت درت هذوك باتانات عيانين هذوك الرخاص هما اللي لقيت يعني هما اللي داروا لي هذه المشكله كله الجانطه ممكن تشوفوا راه هنا فين كيضربوا الباتانات الوسط هذا جا ملي كتمس هنا كتبان لك خويا ولا انا الوسط لكن فيها خير ماشي مشكله ما يمكنش ليا واخا تنفخ غير شويه كيخرج هذا ما يمكنش غادي تخرج على الفنو الا كملت بها باك تيني سان هذا سبير يا اي هاف انذر وان ذير يا با ستي دو بلا تي انو جاست لي بليز ذيس وان از ذيس وان از فينيش يا ات از بيتر ريموف يس يعني غادي نبدل هنا ونكمل اوكي واخا اوكي اسانتي ثانك يو اليورو يامو حاضرين ومزونكو عندهم مشكل في البيكالا الله يتفرق هاد الجانطة كنسمع شي حاجة كتكلم ولكن هاد الجانطة الصراحة ضربات معايا راه واخدها بون اوكازيون كان عطا ليا واحد السيد واحد السيكليست عطا ليا فابور كانت مشات ليا الجانطة الأولى تهرسات وصيفطها ليا مسكين كاع هو صيفطها ليا من العاصمة لبروفيل واحد بلاصة واحد الفيلاج كنت جلست فيه صيفط عليا تما جابها مقادة جيت وركبتها وهي كانت بون اوكازيون الجانطة واخا كانت مزيانة لاندية
سيمانو هي ولكن ميد ان فرانس. هاد الجانطة ميد ان فرانس هاد سات عليا شنو سميتها كاع فاش ما بيك ولا ما عرفت شنو هي ميد ان فرانس هي يعني بلاندي الصراحة. جاب الله بعدا هز معايا السكور هز معايا الجانطة الاخرى دايرين بيا هنايا. جاب الله تهز معايا بعدا هادي غندير باني بها هادي هادي تاهي مزيانة هادي غنركبها و تندبر في واحدة اخرى عاوتاني نديرها سكور ما تعرفش شنو كاين جان طلور عاوتاني تقولها. جيت عند هاد السيكليس هدا باش نقادا لان ما غاديش نعرف نقادا مزيان غادي نجيبها عوجة بحال هكا الرويضة لان خصك تحلة كاملة والدريساج انا ما كنعرفش ليه مزيان يعني كنجربش ولكن كتجي عوجة باش تجيبها لان في 36 سلك 36 سلك صعيبة كت هذيك المرة قديتها جبتها عوجة الرويضة جات بحال هكا عوجة مثلا هذي جات الرويضة واجد ولات داير بحال هكا ما بقاش مقادة وهذا هو المشكل اللي وقع فيها شنو هو ها هو شنو تحلات كامل هرسات ما يمكنش تكمل بها هكا كملت بها بحال هكا غنخرج على الروايع على البنوة البنوات البنوات مازال جداد اللهم نبدلوها. السيكليس لقيتو حدا هنايا البلاصة فين خسرات فين لقيتو لقينا واحد المشكل. اش المشكل؟ هادي الجانطة دابا فيها 32 سلك يعني فيها 32 تقباب باش كيدخل فيها هاد السلك هذا. وهاد الجانطة اللي عندي انايا هادي يعني اللي كنت دايرها سكور فيها 36 يعني ملي غنبغيو نركبو هذا غنبغيو نركبو هذا نحولو هذا فيه 32 وهذه فيها 36 يعني خصني انا هذا ما يخدمش ديال اللور يعني خصني ديال 36 من الزهر هز معايا واحد اخر الناس اللي كيفهموا في بيكالا راه غيفهموا دغيا هز هذا فيه 36 سلك كنت حيدتو شحال هادي وبقيت محافظ عليه ودابا خدم هز معايا كلشي يعني ما غاديش نحتاج يعني الا ما كانش عندك ما كاينش كيفاش دير تنظن ما يمكنش تركب 32 ركبتها هذا ديال 32 هنا غتبقى الرويضة كتلعب ما غاديش تجي ولكن هذا 36 نفع سبحان الله حتى هو من الكابون هو معايا حافظ عليه وخدم دابا ان شاء الله. حتى الساروت ديال هادي ما عندوش هو ولكن عندي انا حليتها يعني هو كاع ما عارف كاع كيفاش يحلها حتى جبدت لي هادوك السوارات هذا هو هذا عندي لعيبة فيها السوارات بزاف هذا ما عندوش هو وواحد لعيبة اخرى تدخل هنا حتى هي ما عندوش عندي انا حتى وريتها ليه ويقول لي هادي اللي كتحلها صافي وانا نحل هاد معنى هاد الماتيريال ما تلقاهاش هنا هذا انا هزو معايا عارف غادي نخدم به خادرة تقيلة شحال فيها ديال شحال فيها ديال الماتيريال هادي اللي لصقوا لهم الترابو ديال اوغندا قال يوم هنا هاي بوتي جور نوت بوت ها ستيكا نادني اي كاندي هاي كاندي
غير استاد It's good now. It's okay. I made it into CP Falls and Karamoja. Karamoja, I will go. Then you run. Yeah. What is that? What about this thing? Also me, I want foot on motorcycle. I don't have. I have only one. I have only one. Yeah. Welcome. Let me photo with you. Welcome, my friend. Let me. You bring the phone. I photo it. Yeah, give him the phone. I'm going to go to the house. Diki, anak dah kerem buka.